عميد متقاعد من الجيش اللبناني، صيدلي ومناضل وطني حائز على ماجستير في تكنولوجيا الغذاء من الجامعة الأمريكية في بيروت، وعلى دكتوراه في العلوم الغذائية من جامعة القديس يوسف. في رصيده مناصب عدة نذكر منها رئيس مجلس أمناء المؤتمر الوطني اللبناني، نائب رئيس حركة لبنان الرسالة رئيس قسم التغذية في كلية الصيدلة في الجامعة اليسوعية سألوني الناس عنك المحلل الاستراتيجي العميد الدكتور خليل الحلو أهلا وسهلا فيك عميد أهلا فيك عمي رشير طبعا ابن بعبدة يعني بس نقول العميد خليل الحلو دغري منقول بعبدة صارت هيدي معادلة اه متلازمين متلازمه طفولتك كلها كانت ببعبدا؟ ايه اكيد اكيد يعني انا بالنسبه لي بعبدا يعني نهار ما فيني اقعد برات بعبدا مع انه بالمدارس ما قصدت مدارس بعبدا رحت على بالابتدائي بالابتدائي ابتدائي وين كنت؟ بالابتدائي كنت بسانت فامي ببعبدا سانت فامي فرونسيز سانت فامي فرونسيز ببعبدا بس ما كانوا يقبلوا صبيان غير صف معين وبعدين على الحدث على سانكور سنة مم. رهبت لي سوعية. وبعدين لسي. على الليسي وبعدين مولاسال وبعدين على مولاسال ليه كتير تنقل لا بالابتدائي شيء طبيعي طبيعي. طبيعي. طبيعي, يعني, طبيعي. ما دارس يعني مثل ما لك هو مدارس بنات كانوا يبدو جردان لدوزيام يمكن بنات هلا بالليسي لما صرنا بال... لما صرت آه دايما باخر سنه تروزيام في 40 تلميذ آه ما بيقبلوهم بالسجوند دائما بيشيلوا 40 وبياخذوا 40 من برا انا صح كانت بين الأربعين 40 يلي غير محظوظين ف... <applause> كانت محظوظة على المولا وتخرجت من الماتيماتيك اللي مطير إيه كنا نسميها ماتلام بال 73 وفت على كلية الصيدلة وفت بعدين على كلية الصيدلة وبعدين على الجامعة الأمريكية على بيروت بعدين فت على الجيش بعدين بس تركت الجيش رجعت على ال... 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 كلية الصيدلة وعملت البي اتش دي تبعي دي تبعك، مع انه لقب دكتور يعني ما بلازمك رسميا يعني ب اثناء حملتك الانتخابيه على اكونتاتك ما منلاقي دكتور لا ليك الالقاب مش كتير يعني بين لقب لا دكتور بس هذا مستحق للقب يعني بلا بلا هذا هذا إيه؟ يعني شيء طبيعي إيه؟ بس ال ال يعني لقب عميد ولقب دكتور بفضل لقب العميد اه بتفضل أكيد. الانتماء للمدرسه العسكريه أي ايه لكن ليه, ليه التوجه من وراء الحصول على شهاده صيدلي على المدرسه العسكريه؟ انا اه رح اقول لك شغله، انا شخصيا كنت بدي من الاساس فوت على ومن الاساس بدي اعمل ضابط، ما كنت بدي اعمل اي شيء ثاني. هلا بي كان طبيب دكتور امين الحلو امين الحلو صح بي كان ضد عقله سلاح ما كان في حرب بعد يعني بده هو طبيب وما كان يعني كتير مبسوط من الفوطي على الحربيه، وبعدين في حدا من الاقرباء يعني جوز عمتي ما معقول انسى، قال لي بدك تفوت على الجيش فوت بس تعلم قبل ورجع فوت على الجيش. وهيدا اللي صار، يعني انا فتت على المدرسه الحربيه سنه ال 74 ونجحت بالفحص وفتت، وبعدين رجعت شفت انه لا خليني اتعلم وبرجع، هلا من وقت ما تركت المدرسه الحربيه لوقت ما رجعت 10 سنين تماما <applause> كل يوم نام وقوم وفكر كيف بدي ارجع على الجيش مف. وهذا اللي صار وكنا بلشنا بالسنين الحرب وكنت شايف انا انه المطرحي هو بالجيش لانه يعني هو هي المؤسسه الوحيده يلي ممكن تهدي البلد تخلصه وترجعه على ايام السلم للشرعيه الشرعيه, طبعا يعني الشرعيه من جميع النواحي الشرعيه الشعبيه العالم كلها بتحب الجيش صحيح وبتفتخر <applause> بالجيش وكان فعلا مدعاة فخر يعني وقت كنت موجود بالخدمة كان هالشي هيدا مدعاة فخر كتير كبير لألي وطبعا العمر بالأخر بيجبرنا نفل طبعاً, ف... طبعا في تقاعد وصلت لرد بيت عميد وطلعت عميد يعني, <applause> يعني أنا, أنا علقت عميد كنت بعدني بالخدمة وطلعت عميد خدمت بقطع طبية وخدمت بقطع عسكرية ويعني احتكيت خلال هال 28 سنه خدمه بالجيش بكتير ناس عطوا دمهم للبلد يعني موجود صاروا بثاني دنيا صحيح شهداء وهودي بصلي لهم كل يوم حلو كل يوم و ويعني كمان احتكيت بناس فعلا ابطال يعني مثل مين الابطال؟ لكن ما بخاف انسى أو بخاف انسى ولكن خليني احكيكي عن اللي رحلوا لتاني دنيا يعني أوكي. مثلا الملازم اول ابراهيم بطرس النقيب جورج نغيوي آه المقدم سعيد يمين كنت حد وقت اللي استشهد شربي البنصار آه هالشباب هول يعني مش معقوله ما ممكن يمرق نهار بحياتي بدون ما تتذكر الا ما تتذكرون ابدا لانه واحد بحس بنقص بحس بنقص انه عطوا اكتر مني عرفتي كيف بضل يعني... لازمك هيدا الشعور بالذنب انه هني راحوا وانت بقيت لكن بمرحله كان شعور بالذنب هلا ما عاد شعور بالذنب هلا شع... شعور يعني ربنا هيك بده يعني ربنا انا ما... انا مرتين على القليله على القليله مرتين كنت بيناتهم كنت رحت يعني اول مره كانت ب بي... أه، تسعتاش اذار يوم عيد مار يوسف كنا بسوق الغرب اي سنه؟ 89 أو وكنت بمهمه غير ايطاليه كان معي صحافي فرنسي وكلوني روح معه وزوروا الجبهه لانه بحكي فرنساوي منيح جبهه و... كثير خطيره و... إيه طبعا جبهه سوق الغرب كانت حامية على طول فبدون ما نفوت بتفاصيل كنا بآلية معينة وشافونا نحن يعني المقابلنا شفونا واستهدفونا واصيبت الالية مباشرة واللي انصاب هو احد العسكريين اللي كان بالالية اجى الصاروخ فيه هو آه. وهذا هديكو. اللي خلصنا لو اجى الصاروخ بالالية رحنا اربعتنا كنا يعني كنا انا والسائق وال والشهيد فهيدي كانت يعني والتاريخ الثاني يعني عيد مار يوسف هيدي كانت يعني ما, ما معقول ما معقول تنسى اكيد ما راح تنسى تاني مرة كانت ب 17 شباط ال 90 كمان كنا بالمعارك الداخلية و كانت عم برافق المقدمة يمين م. يعني كان كلف بمهمة إيطالية من قبل قائد الجيش وكان له عدة أيام عم بيحكيني فيها وعم بيقول لي بدنا نروح أنا وياك ننفذها ورحنا لننفذها واستهدفونا استهدفونا واصيب المركز مباشره بأزيفة قتلت ست عسكريين والمقدم يمين وانا يعني ربنا خلصني لانه نهارتها كان في كتير برد بتذكر منيح وكان في هواء وكان في حيط صغير يعني لطيت من الهواء ونزلت الازيفه يعني لو ما كنت ورا هذا الحيط كانت بيناتهم لو كنت متر لقدام كنت بيناتهم بس يصير بس يوقع شهدا بجنبك نعم ما رح تطلع ما رح تطلع نفسيا آآ آآ يعني مثل ما ما رح اقول كلمه سوي بس ما رح تطلع نفسيا عادي شخص عادي يعني بدك تمرق بفترات اكتئاب لا لا لك شغله بلحظتها ما فيني اقول من وين بتجي بتجي بيجي الرواء والقوه ما بقدر لك يعني بلحظتها الانسان بيكون قدام خيارين او بده يتاثر بالمنظر اللي عم بشوفه ويضيع او بده يسيطر على شعوره ويحكم عقله ويشوف شو بده يعمل ولاحظ ف فبالمرتين ربنا اعطاني هال هال اذا بدك هالقوه يعني فينا نسميها قوه فينا نسميها وعي لانه من صابت الاليه اول مره كانت بعدها ماشي داير الموتور تبعها و... 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 ما فهمت شو صار يعني حتى الوقت الواحد بينفجر حد وقذيفه كثير كثير قريب ما بيسمع انفجار م. اللي حسيت فيه هو عصف ووقتها راحوا طبلات دنيا وعم بحكي بدي احكي مع الشوفير ما سمعت حالي انا عم بحكي راح السمع كليا ومسكته بكتفه انه يمشي لانه انتبهت بعدين انه اللي نصبنا فيه صاروخ وانتبهت انه الزلمه شقف كان ومثل ما نحن واقفين ممكن نستهدف مره تانية يعني هيدي كانت اول مره وتاني مره كان في احد الشهداء كان بعده طيب ف جربت سحبته لجوا وسرق عيط لعسكريين كانوا جوات في مبنى قريب كانوا موجودين فيه بالاول ترددوا ما حدا ظهر وبعدين رجع رجع ظهر واحد ساعدني فيه طيب بدي احكي هون شوي بدي انتقل شوي من اخبار الحرب للحياه الخاصه متزوج من السيده دايزي عبود, عبود. وعندكم اربع اولاد نور امين رفيق ورمزي صحيح امين عرفنا على اسم البي الباقيين اسميهم منا هيك بالصدفه لا على اسم مين؟ لا أو البنت الكبيرة هي الكبيرة البنت نور نور وفعلا هذا الاسم قررته أنا وديزي لأنه نور مم. حسينا بشيء كتير حلو يعني أول ولد كان وأنا كنت حاضر على الولادة ما والطبيب هو الطبيب كان اللي عم بولد مرتي فهالشعور الحلو كتير إنه نور لومير مشان هيك صاروا كلهم هذا اسم قديم وشو بدك فيه هذا اللي وراء ورفيق ورمزي ايه هلأ رفيق اسم خالي اه اوكي ايه ورمزي اسم حلو يعني ما 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 في سبب يعني معين يعني. آه دراسه حكينا عن الدراسه وكانت طفولتك يعني آه والمراهقه محاطه باجواء ثقافيه يعني ما كانت آه كثير كنت كثير مشاغب آه، لا بس كنا هلا اذا عم تحكيني عن بعبدا يعني بقلب بعبدا كنا فلتانين بالحراش بعبدا هي بالاساس فيها حراش كثير فيها غابات حلوه كانت هيك هلا اليوم صارت آه، 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 بعدها موجوده بس م... مش مش متل قبل طبعا طبعا مش تغيرت كثير مش متل قبل نحن بيتنا بيت قديم كان يعني ريفي اذا بدك و في حرشية زيتون وصنوبر ومقابله كمان في حرشية زيتون تفلتوا فيهم فكنا نفلت فيهم ما, ما كان في معركه تنرجع على البيت عشيه طبعا مثل كل الاولاد معركه <applause> طويله عريضه يعني امي اوقات تلحقنا بالقضيب تترجعنا على البيت ما بدنا نرجع طب امتى كنت تقرا باند ديسيني؟ اوف ولا مستعلمي عني مظبوط لا يعني بمرحلة مبلا يعني وقت صرنا بعمر 12 سنة 13 سنة بلشنا نقرا باند ديسيني، يعني انا واخوتي مش وحدي كنا نقرا تنتا وأستريكس اكثر شيء وكنا ننطر تيطلع يطلع الجديد تا حدا يعني يجيب لنا كم خي واخت كنتوا بالبيت؟ نحن خمسة خمسة؟ نعم. موزعين؟ كنا تلات صبيان وبنتين يعني بنتين. آه بتقول حضرتك بمكان ما لا شيء يضاهي قراءة كتاب حقيقي صحيح, آه صحيح. بحقيقي ماذا تعني؟ رح أقلك شو بعني القراية آه بدها وقت م. قبل بمرحلة الجامعة وبعد الجامعة وحتى خلال وجودي بالجيش وقت كنا نقعد خدمة كانت القراية ألذ شيء اليوم هلا بهذا العمر يلي مفروض نرتاح فيه انا ماني مرتاح وبالعكس مبسوط انه مشغول كتير م. يعني بالتعليم الجامعي وبالنشاط الوطني ما بقى في وقت للقرايه يعني اشتريت كذا كتاب خلال هالاربع خمس سنين ما قدرت اقريهم يعني قارئ اجزاء آه من اه بتفضل وقتك يروح على كتاب حقيقي؟ انا بفضل اقعد اقرا الكتاب من الجلده للجلده على مهلي واستوعب شو فيه وهيدا الشيء اللي بحس انه بخليني اغتني يعني الغنى هو المعلومات والمعرفه طبعا واحد قد ما ياخذ معلومات ومعرفه بضل ناقصه كثير 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 طبعا كتير طبعا كتير. وبالتالي قد ما الوقت ضيق للقراءه ما بقى في وقت يعني اذا واحد بده يوعى الصبح يصلي يعمل المسبحه تبعه واذا بده يعمل الرياضه تبعيته هودي راح مينيموم ساعتين ساعتين ونص وبدو يرجع بالنهار يعمل واجباته بالجامعه عن عن عني انا والنشاط الوطني بس الوطن. ذكرني هلا انت باي جامعه هلا؟ انا آه رئيس قسم العلوم الغذائيه بكليه الصيدله بجامعه القديس يوسف الجامعه الاسرائيليه مسؤول عن المدير انا مدير المدير الـ كلية. مدير الـ الكليه مدير كليه الصيدله فيها ثلاث فروع نعم انا مسؤول عن فرع منهم يلي هو تحديد. العلوم الغذائيه مم. نعم آه بدي هون بس آه آه على مشاغلك آه مؤخرا آه انشغلت بالمؤتمر الوطني اللبناني آه. اللي هو ضم 164 شخصيه لبنانيه اكيد شخصيات مستقله وكمان آه شخصيات آه اشتغلوا او ناضلوا خلال الانتفاضه وهيدا المؤتمر تناول محاور عديده النضال السلمي التضامن الاجتماعي الشؤون الوطنيه الشؤون الاقتصاديه والماليه المحاور الاقليميه والدوليه 100% حضرت له كثير هيدا المؤتمر اكيد هذا المؤتمر ضلينا نحضره سنه وشهر او سنه وشهرين معنا صار كثير فيرتويال نعم بسبب الكورونا عملتوه فيرتويال بسبب الكورونا ما قدرنا ندعي ناس مم. وحتى لو دعينا ما كانوا اجوا يعني كان في بانيك بهذا الموضوع هلا من ناحيه خدمتنا هيدي شوي مم. لانه خففت المصاريف لانه بكتدعي ناس بدك تستاجري باوتيل طبعا أو بمطرح وهذا كله مكلف وبالتالي استضفنا بمركز حركه لبنان الرساله بجعيتا صحيح آه مجانا اكيد لانه انا جزء صحيح انا بهالحركه هيك وللتواصل مع كل هاللي حكيوا بالمجتمع. عبر وسائل الاعلام كان كمان نعم في وسائل الاعلام غطته كمان في غطته وسيله اعلام مرئيه هلا نحن كان عندنا ام تي في ولا ام تي في ام تي في كان عندنا 52 حلقه الام تي في نقلت مباشر 19 منهم والباقيين كانوا عم ينقلوا مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي عدد المشاركين اللي ذكرتي مش كلهم اجوا يعني نحن دعينا هون ولكن اجى عدد كبير من هون. كان في منهم في أن... كان مصاب بالكورونا في منهم كمان في اثنين ما قدروا يجوا بسبب الكورونا وفي عنا اثنين من امريكا حكيوا يعني الدكتور بول سالم والدكتور روبرت رابيلي روبرت رابيلي اللي هو اساسه لبناني من بيت ربيل 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 من بيت, بيت ربيل عائلة لبنانية لبناني لبناني بيحكي عربي مثلي ومثلك بيعلم بجامعة بجامعة بفلوريدا وعنده مؤلفات كتير يعني كتب بالسياسة كتب بالسياسة بال بالسياسة بال الدولية آه. يعني اختصاصي بشؤون تركيا اختصاصي بشؤون الارهاب طب عن شو أثمر هذا المؤتمر؟ هلا لك نحن هدفنا بهذا المؤتمر كان موجه للانتفاضه الشعبيه اللي موجوده م -م. لنساعد برفعها بي اه من مستوى شعبي لمستوى سياسي. آه، اوكي. اوكي؟ هلا ما نجحنا كثير بهالموضوع، انما المؤتمر عمل امباكت يعني صحيح الكثير من السفارات الغربيه والعربيه طلبوا منا المنشورات. م -م. فنحن نشرنا يعني من بعد هالمؤتمر اه نشرنا مش كل الحلقات بس نشرنا الحلقات الأساسية وحتى في عدد من الحلقات طلعناهم بكتيب و كتيب بس مطب مش مطبوع كتيب بي دي اف وزعناه وكل شخص شارك اكيد ودينا له اياهم وكل شخص حضر بال على ال على الويب كمان ودينا له اياه وكان في صار يجينا اسئله انه رح تعملوا كونفشن تو ولا هلا عم نحضر التو اه كثير منيح ايه هلا عم نحضر كونفشن تو يعني اكيد بعد راس السنه ب باواخر كانون الثاني رح تبلش بس هالمره ما رح تكون يعني ورا بعضهم يعني مثل ما عملناهم المره الماضيه رح يكون عندنا ويك يعني جمعه سبت احد جمعه سبت احد رح نكون رح يكون في اربع ويك وكل شهر ويك اند هيك اولا اريح طبعا بالوقت وتاني بالوقت وثانيا وسائل الاعلام اريح لها كمان طبعا بدل ما نضغط عليها تصفي إشي عم تنقلها إشي ما طبعاً. عم آه حضرتك كمان نائب آه نائب رئيس حركه لبنان الرساله صحيح آه خبرني عن هالحركه هيدي الحركه بلشت او فكره هيدي الحركه بلشت كنت بعدني بالجيش باواخر خدمتي بالجيش هيدي آه آه اذا بدك ال الكريستال تبعها او الموتور تبعها كان الاستاذ ريمون ناظر انا تعرفت على ريمو بالبيت عند الاستاذ نعمت فريم وبناء على طلبه وكنت وقتها انا محسوب اني ضابط بالجيش و... ونحن فتنا بحرب طويله عريضه صحيح. داخليه بحاجه لتنقيه الذاكره بحاجه لتنقيه الذاكره فهيدا الشيء كله يعني بلشنا اول شيء انا وياه بتنقية الذاكرة وضمينا لنا ضباط من الجيش وضباط من القوات اللبنانية بعدين وسعنا صرنا رحنا للأطراف الأخرى وصرنا نعمل سوا يعني لقاءات بتنقية الذاكرة نخبر بعدنا آه شو صار ورجعنا قرينا سوا هالمرحله وشفنا وين اخطا كل واحد والنتائج كل هيدا اللي كله هيدا مبني على الارشاد الرسولي تبع جون بول دو لبنان الرساله هو قال لبنان رساله انما الارشاد الرسولي اسمه رجاء جديد للبنان وفي جمله بهالارشاد الرسولي هي اساس كل شغلنا كان انه على على اللبنانيين أن أن يتشاركوا ويتسامحوا بدل أن يتواجهوا. صحيح. وهيدا يلي محفز يلي كان يلي قدرنا نعمله لقاءات بالمدارس بالجامعات بالمناطق بطرابلس بعكار بعده مدارس بالمنطقه هون بالجامعه اللبنانيه بالجامعه اليسوعيه مرتين وكل صرنا نجيب مقاتلين أطراف مختلفة مختلفة كل واحد خبر تجربته للجيل اللي طالع لعدم الوقوع مستقبلا بهالشيء اللي نحن اللي نحن وقعنا عليه، نحن الحرب اجت لعنا مش نحن عملناها للحرب طب شو كانت النتيجة؟ رح اقول لك شو كانت النتيجة، كانت النتيجة أولا آه يعني تصفية أو صفاء قلوب وسلام رهيب يعني غير قصة التأثير اللي أثرناه على كثير شباب يعني صاروا يطلعوا يحضروا اجتماعاتنا من مركز لبنان الرساله ليسمعوا هال... هالتمونياجات هيدي يعني اكثر منظر مؤثر كان آه وقت اللي جمعنا الاستاذ ريمون ناضر و جورج نادر يعني كانوا عم يتواجهوا على عجبها على جبهات مختلفه بقدما كانوا مم. لا لا كانوا بوج بعضهم ايه بوج بعضهم, بعضهم كانوا بوج بعضهم والعميد نادر آه استشهدوا اولاد اخته اثنيناتهم معه صحيح بقدما وكنا مهدئين قلبنا بايدنا انه كيف هاللقاء رح يكون و... يعني عم نسال حالنا 100 سؤال وعم نستعد للاسوء اخذت دقيقتين بس لحتى نزلوا دموع والمباوسه ودم... كان في غضب من قبل أبداً. آ... ابدا 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 كان في جو من السلام والصفاء لا لا يضاهى هل اخته للعميد نادر آه... كمان سامحت؟ لا آه لحظه عم تستخدم عم هل كانت موجوده؟ اخته للعميد نادر شفناها ما حكينا معها بالموضوع آه. انما بفهم الم ام خسرت ولدين طبعا وجوزها شهيد كمان طبعًا. وبالتالي شغلي منا ابدا سهله يعني هلا لكن هو سامح هو سامح مش بس سامح صار صرنا نتشارك سوا نحن بال باللقاءات وبالتيمونياجات اللي تصير برا كان العميد نادر موجود م. وكان رمو موجود وكانوا اثنيناتهم يحكوا للطلاب وللتلاميذ وما زالوا على وفاق تام وعلى اكثر من اي وقت عيد. مضى خلينا أكتر. لكن ننتقل لفقره جديده فقره سالنا الناس سالنا الناس عنك عم يدخلي الحلو وطلعنا الاجابات التاليه تعرفت على الجنرال خليل حلو من اكثر من 8 سنين بهالثمان 8 سنين آه التقينا بالسياسي بالخط العام وعرفتوا للجنرال حلو عن قرب آه بكل يوم من هالثمان سنين كان عم يثبت انه يتعاطى السياسي من زاوية الصدق والمبدأ والشفافية والقناعة أنا بدي أسأل الجنرال حلو بعد مسار سياسي لسنوات من بعد ما ترك الجيش اللبناني هل بيعتقد أنه القيم يلي بيتميز فيها ويلي بيتمسك فيها صالحة للعمل السياسي في لبنان؟ الصحافي والسياسي نوفل داو دا الاستاذ نوفل داو شو بتقول اول شيء بدي بدي اتشكره على وانا فيني اعطي فيه شهاده مماثله. الاستاذ نوفل داو من الناس الصادقين ومن الناس الشفافين ومن الناس يلي ما في عندهم كواع يعني في عندهم الحكي مباشر مباشر لا مهما كانت الظروف الخطاب تبع الاستاذ داو وأنعاته واضحه تمام هلا السؤال يلي سالني اياه انه هل القياده اللي نحن كنا عم نشتغل مع ب... ب... بالمرحله السابقه هل هي صالحه للعمل السياسي في لبنان انا في في لبنان وفي غير لبنان انا خليني جاوب اول شيء بشكل عام وبرجع بعدين بجاوب مم. على هالسؤال بشكل مباشر لا يجب على العسكريين اللي موجودين بالخدمه الفعليه التطلع الى السياسي باي شكل من الاشكال أف. الا بمستوى الا وقت بصيروا بمستوى قيادة كبير ولازم يتعاطوا معها بحذر شديد حفاظا على المؤسسات العسكرية اللي هن بديروها بلبنان وبرات لبنان ما في شيء بينزع العسكري غير طموحه السياسي العسكري العسكري يحضر ويتحضر لأعمال الدفاع والأمن مش للسياسي السياسي فيها كتير وسخ وبدأ أنظف ناس والعمل السياسي اللي تحدث عنه الاستاذ ضو انا بفضل اسميه عمل وطني. م. العمل الوطني ما بياخد بعين الاعتبار المصالح الخاصه. الاستاذ ضو لو بده يعمل مصلحته اليوم كان يمكن بمركز كان بالبرلمان كان بكون بالبرلمان او بكون وزير، بس فضل المبدا وفضل التعاطي بالشان الوطني من الباب الواسع ومن باب المبادئ. وانا بجاريه بهالموضوع 100% لو 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 الـ الـ كل واحد بفكر هيك كنا بألف خير مش بس بلبنان هالمشكلة موجودة oh. هاي دي بشكل عام وإذا بتشوف العسكريين بغير دول يلي نحن بنتمثل فيهم مثلا جنرالات الحرب العالمية الثانية مثلا الجنرال ميتشل الجنرال باتون الجنرال هاو هاو غيروا التاريخ انتبهي هاو دي غيروا التاريخ الجنرال لكن هل دخلوا المعترك السياسي؟ لا لا هو ما دخلوا المعترك لا. السياسي لانه هو عسكريين اه؟ راحوا على بيتهم صاروا مواطنين عاديين لانه هو كل واحد وب... شغلته برجع للتاريخ التاريخ في في ضابط كان ب... بالعهد الروماني قبل ما تصير روما امبراطوريه اسمه تسينسيناتوس هذا راح التقاعد كانت روما بخطر استدعوه اجا وعملوا الفوا جيش وربح المعركه بس خلصت المعركه عم بيطلبوا منه انه تعا قال لهم ابدا انا راجع على أوف. رجع على بيته سينسيناتوس هيدا هيدا مثل يحتذى دي. بجميع العسكريين هلا هل سالني عن القياده اللي كانت موجوده بال89 اذا كانت صالحه للعمل السياسي ولا لا ضمن الجواب اللي اعطيتك اياه اكيد لا م. لازم كان يعني اذا العسكري بده يتعاطى سياسي بده يعرف انه عم بحط ايده بمطرح مش له مش مش نظيف, لعيله. مش لعيله. مش نظيف. وبده بده يحافظ على نظافته بالرغم من كل هالاوساخ شغله صعبه يلي عم بشوفها، وهيدي الشغله ما في اصعب منها لانه في مغريات مادية, مادية. سلطوية في مغريات اذا بدك معنوية طبعا منعملك وزير بنعملك نايب نعم. آه في في كثير مغريات، هاي المغريات وقت الواحد بيكون عنده مناعة ضدها بيتابع بموقفه للاخر وقليل كتير قليل الاشخاص يلي هيك يلي بيقدروا يوصلوا على مراكز ما بيوصلوا هيك اشخاص على مراكز الا بالازمات الكبيره صحيح يعني مثل مثلا الجنرال شارل دوغول خلصت الحرب العالميه الثانيه كان رئيس حكومه انتقاليه فرنسا رجعت حره فلع امتين استدعوا وقت لفرنسا قالت بمشكل هتجو. كبير بالجزائر صحيح ب 58 استدعوا ساعتها تعا يا شو بدك تعمل؟ واضح عرفتي كيف؟ الجنرال ايزنهاور نفس خلينا ننتقل للمداخله الثانيه تفضلي العميد حلو اللي تعرفنا عليه بعد كم سنه من نهايه الحرب الانسان الخلوق ابن البيت المتمسك بالقيم وبالمحبه والحوار وقبول الاخر من دون ما يتخلى عن عن وعيته العميد حلو الانسان المثقف المحاور المطلع اللي بيتمتع بالمنطق من دون ما يتخلى عن الثوابت وعن النضال الشريف العميد حلو مثل ما بنعرفه دائما بناصر الحق والحقيقه من دون اي اعتبار لاي شيء اخر سؤالي للعميد حلو بعد عدم تمكنك من الفوز بالانتخابات النيابيه الاخيره هل انت مستعد تغير استراتيجيتك للوصول وهل بتكرر التجربه وخصوصا بعد الاداء المخيب لنواب التغيير وانفراط عقدهم بسرعه غير متوقعه تحياتي لالك عميد حلو وتحياتي للصديق رولا الكاتب والاعلامي إيه. كلوفيس شوي ايه بدي حيي لكلوفيس وكلوفيس كان بحركه لبنان رساله وما زال صحيح وهو من الاشخاص يلي عملنا قراءه اعاده قراءه للتاريخ عنده خي شهيد كمان وشفنا عنده خي شهيد باشرف المعارك صح وكلوفيس يعني اللي قالوا عني بيقولوا عنه يعني والا ما كنا بهال شو بتجاوبوا؟ بهالصدا هلا جواب مباشر بعبدا تنتفض كانت هيدي نعم اولا لن اعيد هذه التجربه اطلاقا هيدي اولا وهيدا تعهد مش انه تجربه انتخابات ولكن تجربه تاليف لوائح بهالشكل لن اعيدها يعني بعبدا كان فيها ست لوائح هيدا معيب وهيدا مرتجئ اذا بده يتكرر عمره ما تكون الانتخابات مم. واحد خلي خلي يحافظ على كرامته خلي حافظ على مصداقيته مما يخوض معارك بهالشكل هيدا آه ليش لن اعيد هذه التجربه؟ رح انا شو كنت عم بواجه مم. انا كنت عم بواجه مال اولا ومال مش بس من جماعه مال واحزاب بعد ما وصلت للاحزاب كنا عم نواجه احزاب اكيد كنا عم نواجه مش كل الاحزاب في احزاب بالعكس كانت عم تساندنا بس في احزاب كنا عم نواجهها شيء طبيعي مواجهات الاحزاب هيدا شيء طبيعي جدا متوقع كان في مواجهه مال مم. من جهه الاحزاب المقابله يعني كان في مال وكان في سلطه يعني موجودين بالسلطه من المنظومه وحتى باللي نازلين على الانتخابات باسم التغيير كان في مال بشكل غير معقول بشكل لا يمكن ان يتطور مال شخصي؟ العائل. شخصي؟ مال بالملايين مش شخصي يعني؟ ما هلا ما بعرف ما, آه. ما بعرف ما شخصي ممكن كتير يكون آه ممكن. شخصي انما استعمال المال بهيك بهيك ظروف معركه غير يلي, يلي ما معه مال يلي ما معه مال كثير صعب يواجه هيك شغله آه لأن الناس كانت بوضع وما زالت بوضع اقتصادي وبوضع مالي صعب جدا والإغراءات المالية كانت عالية جدا صح. ومع الأسف في الدور المال الانتخابي كان كتير كبير, دوره من, كبير من, صحيح. الطرفين صحيح. من الطرفين من الطرفين صح كان في كان في اموال لا تحصى ولا تعد صحيح هيدا فيني اكد لك اياها وكانوا عم يستعمل المال بطريقه مش رح بطريقه خبيثه انما رح اقول بطريقه ذكيه يعني حتى ما يبين بصمات لي اللي كان عم بيدفع هيدي الشغلة إذا مرت الجاي رح تكون موجودة أفضل الواحد يعني أنا بالنسبة لي أنا مرأي والناس إذا بعدها قابلي بهالشي وإذا قابلة تبيع صوتها وإذا قابلة واحد بالآخر بقول خليني كفي النضال بطريقتي خارج مجلس النواب أشرف لي وأحسن لي وصوتي بودي أكثر مما أكون نايب بالمجلس هلأ بالنسبة للنواب تغريين مرقت فترة سماح يعني الناس بالاول مرقت فترة السماح ولا بعد؟ ما مرقت ما ما خلص صرنا فوق ال يوم، هي 100 يوم عادة فترة السماح مرقوا اول 100 يوم و وال... ال... مع الاسف الاستراتيجية وحدة ما في أه هدف واحد ما في لأنه بينتموا لجهات مختلفة تماما هيدي يعني هذا التجمع فسيفسائي كل واحد منهم عنده رأيه يعني صحيح. ما في مشكلة بهذا الموضوع ولكن ما بيقدروا يكونوا بتجمع عم بيعمل بقلبه بقلبه نوتراليزاسيون <applause> يعني عم 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 بيشلوا بعضهم <applause> يعني ما عم بيقدروا يوصلوا كانوا القرار هلا الظاهر انه في البعض منهم يعني بلشوا يعني عم بيعملوا قناعاتهم والبعض الاخر عم بيعمل قناعاته هالشيء هذا ما بقى فينا نسميه يعني تجمع موحد لا طبعا, ما طبعًا. وبعدين التغيير لحديت هلا يمكن نشوفه التغيير ان شاء الله يعني بتمنالهم كل خير يعني بالنتيجه شباب بعدهم وعندهم مستقبل قدامهم ولكن بعد لهلا ما شفناه للتغيير، هلا في اكيد في بعض الامور الايجابيه يعني ما بقى بمجلس النواب التصويت يصير مثل ما كان يصير قبل. ما هن لو انضموا تحت كتل كبيره يعني من هن تغييريين يعني. لا لك كلمه التغيير بدي فيه تغيير بده يكون في تغيير بالاداء وبده يكون في هدف واضح. لهلا انا هو ما شفتهم، يعني ما, ما البرامج اللي طرحوها ما مش ما شفتها عم تترجم. عرفتي كيف؟ وبرجع بقول لك الي منهم اصدقاء وعم نلتقى يعني طبعاً عم نشوفهم طبعا عم نشوفهم ولكن يعني بدنا ننطر بعد ممكن, ممكن. بس العالم بلشت وهن بيعرفوا بلشت العالم بلشت تشوف انه في خيبه امل بمطرح خلينا ننتقل للمداخله الثالثه وقتا نحكي عن الجنرال حلو نحكي عن الاخلاق نحكي عن القيم نحكي عن روح القيادة وأنا بالنسبة لإلي ولكتير من الشباب ولكتير من الصياد جنرال حلو هو رمز لإلنا بالعمل الوطني والأخلاق والقيم وهو مدرسة بحد ذاته سؤالي للجنرال حلو هل هو راضي عن أداء النواب المنتخبين ولو قدر له وكان حظنا حلو نحن كلبنانية وصل جنرال حلو إلى السدة البرلمانية شو كان غير؟ نائب الصياد دكتور جو سلوم زميل جو سلوم والصديق وشو بدي أقول لك يعني أول شيء يعني بالنقابة صحيح يرفع يشهد علامه له مع أنه أنا ما كنت بالأول ما كنت مسانده بس إن شاء الله بالمستقبل نتعاون معه لأنه فعلا يعني يرفع له القبعه نقيب نشيط ونبيل يرفع له القبعه من كل اللي كل كل شيء قاله، هلا الجواب في جزء منه جاوبته بالاول تفضل لو انا فت على البرلمان، لو فت على البرلمان اول شغله ما كنت عملت مجهود كبير لجمع النواب التغييريين لحتى نقول انه نحن لحالنا، لانه ضمن هالنواب التغييريين في عندك السياديين الواضحين يلي بيناتهم كنت انا اكيد بيناتهم لو كانوا جمعوا بعضهم وفي عندك الاخرين يلي بالنسبه لهم الاولويات مختلفه انا اكيد ما كنت معهم لانه بالنسبه لي الاولويه هي للسياده هلا لو كنت جوا وما قدرت تحقق هالشي كنت اكيد اليوم باحدى الكتل الكبيره يعني اكيد اكيد مش الكتل الممانعه مش انما مش كتل كنت اكيد بكتله كتلة كتل كتل معارضة بكتلة سيادية بوضوح لأنه اليوم لبنان فاقد السيادة يجب أن يسترجعهم بدي انتقل لفقرة جديدة جواب ولكن السؤال الأول هو ثلاث أسئلة وعدة أجوبة بتنقي الجواب المناسب يلا السؤال الأول الانتماءات في حياة العميد خليل الحلو حسب الأولوية بعبدة لبنان العائلة وتحديدا الدكتور امين الحلو، المؤسسة العسكرية صعبتي علي كثير 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 لأنه بالنسبة لإلي هودي كلهم متل بعضهم هلا إذا بترجعي لإلي يعني مم. الانتماء الأول أو أو هيدي بعلم ال بعلم الجيوبوليتيك بالجيوبوليتيك في يور <applause> أون ones يعني بيقى. هودي يلي هودي يلي ما ممكن يتخلوا عنك باي لحظه من اللحظات واللي هن البي والام والاخوه حضرتك كتبت إيه؟ قلت لقد تربيت في بيتي وفي محيطي وضيعتي بعبدة على محبة لبنان محبتي للبنان هي نتيجة ومحبة الأهل والرفاق ورفاق الصبا وأصدقاء المراهقة ولمحبة أزقة وشوارع ضيعتي وناتها ثم فيما بعد المدارس التي تعلمت فيها ثم الجامعات زملاء المهنة محبة الرفاق العسكريين الآتين من كافة المناطق يعني محبة لبنان هو نتيجة لمحبة الله أحب لبنان هذا هو ألمي وفرحي ميرسي أنك أنك وصلت لي أنا يعني أكيد مش فايق على كل شيء كتبته إنما هذا أنا يعني هو اللي سميتي لي الأربعة بالنسبه لإلي يعني سلسله مترابطه ببطاقتك التعريفيه للانتخابات كتبت اسمك خليل الدكتور امين الحلو مش انا كتبت اسمي مين؟ تاقول شو انا على تذكرتي مكتوب اسم اسم الاب الدكتور امين اه هلا هيدي ناتجه عن بوقتها يعني اذا في وقت بالحلقه مخبر. سريعا يعني. سريعا ايه آه بوقتها بعبده ما كان في غير ثلاث حكم بكل بعبدا آه يعني انا بيي خريج سنه 49 قبل منه دكتور آه ارنست حلو قبل منه دكتور البير حلو هول الثلاثه كانوا ب... دكتور من بعدهم البير حلو كمان كان قريبكم ابن عمو عم. لبي للصوره جمعتكم بي للصوره هلا اللي بدي اقوله هون انه من بعدهم هن اول طبيب تخرج بعد 26 سنه بعبدا فبوقتها كان انه الحكيم بعبدا يلا اله فلمن بعده ليسجلوني لمن بعد ليسجلوني يسجلوني قد مبسوطين وانا جيت حطوا اللقب انا جيت بعد ست سنين زواج يعني بي وامي ما مع انه بي طبيب نسائي بقيوا ست سنين حتى بالاخر يعني يعني جيت انا اول ولد بعد ست سنين زواج فقد ما كانت الفرحه كبيره يلي راح ليسجلني أد... كتب الدكتور امين صفينا بالبكالوريا خليل الدكتور آه امين صفينا بالجيش خليل أوكي. الدكتور امين لا مهم تتوضح مهم تتوضح ايه هيدي على التذكرة آه مش أوكي. مش واضح آه واضح يعني مجبور واحد يحط اسمه واضح هيك على التذكرة السؤال الثاني صح ام خطا الانتماء الى الاحزاب وحيازه المال هما الطريق الى النجاح في الانتخابات في لبنان مع الاسف نعم نعم خطر مافيات الادوية في لبنان غير مسبوق مش صحيح مش صحيح مش صحيح ليك في في بالمرصاد نائبه الصياد دي. وفي بالمرصاد التفتيش بوزاره الصحه يلي مهما قيل في م. تفتيش بوزاره الصحه وهالتفتيش بخوف اللي, اللي, المهربين في ضمير الصياد دي. على القليل اللي انا بعرفهم ما بفوتوا على صيدلياتهم ادويه مشكوك بمصدرها أه صعبه هلا في مافيات ادويه بلبنان يعني هلا اذا واحد بيقصد بهالكلمه هيدي الاحتكار وما الاحتكار طبعا. هذا الانون هذا الانون وانا كتير صعب انا برايي كتير صعب يتغير هذا الانون رح لك ليش اذا في دواء بالسوق تبين انه فاسد وما في احتكار وكل العالم عم بتجيب مين المسؤول بدك راس مسؤول يتحسب اه هيك بتحددوا المسؤوليه بده يكون في صيدلي اكيد بده يكون في صيدلي عند المستورد او الصيدلي عم يستورد وانت مسؤول عن جوده الدواء من وقت ما يفوت على لبنان لوقت ما يوصل لتم المريض بده يكون في مسؤولين هلا شهدنا مثلا على احتكارات للادويه كثير من تجار الادويه من مستوردي الادويه نعم صار في احتكار من الصيادله في احتكارات بس بقال لي كميه اقل في تهريب ادويه غير لبنانيه هيدي هيدي المافيا يلي اليوم لازم واحد يواجهها برجع بقول لك برجع بقول لك موضوع تجار الادويه او وكلاء الادويه خلينا نستعمل الكلمه والأدوية الصحيحه الادويه عم بفوتوا على الصيدليات هو الادويه المهرب. اكيد أيه. اكيد عم بفوتوا وفي قسم كبير عم ينكشف منهم وعم ينحلوا على المحاكمات النقيب والنقيب عم الموضوع والنقابه ككل طبعا يعني ما, ما, ما بتسكت على شغلتنا هالنوع انما وكيل الدواء هو اذا بدنا نلاقي له بديل بدنا نقعد نفكر مظبوط لانه بده يكون في مسؤول علمي ومسؤول فني عن جوده الدواء، لأ بكره اذا اربع خمسه استوردوا جوده الدواء بتضيع المسؤوليات انه يعني خي... في مشكله بهذا الدواء مش انا جبته، مين جابه فلان وفلان ما بنقعد نخلص. ضروري تتحدد المسؤوليات ب... 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 يعني ما فينا هلا بدي انطلع لا لا سريعا عرفت كيف؟ خليني كمل طويلات الحوار في لبنان لا تجدي مع الاسف صح الوجود المسيحي في لبنان في خطر صح يعني خلص لازم هون اتوقف لانه معك حق آه بنتقل للسؤال الثالث مصير ما هو مصير ثوره او انتفاضه 17 تشرين آه كانت نقطه تحول في مسار طويل من النضال ام اعلنت فشلها ام حققت اهدافها من خلال انتاج طبقه سياسيه تغييريه ام منيت بالخيبات لكنها ما زالت نار تحت الرماد لك عم تسأليني أسئلة جوابهم ما, بي ما بيكون أولا. ما بي أو لا ما ما بيكون بها أول شيء أكيد يعني ثورة 17 تشرين ما حققت أهدافها على الأكيد والانتخابات كانت مخيبة للأمال عند كتير ناس كمان على الأكيد ولكن هيدي آه الثورة يجب أو م... فيني أنه ما زالت موجودة م. ونصيحتي للجميع ان كانوا يعني عين علم 17 تشرين او بضمن الاحزاب اللبنانيه المعترف فيها هيدي الثوره لازم تترجم داخل الاحزاب لازم بداخل الاحزاب يكون في تداول بالسلطه لازم بداخل الاحزاب يكون في انتخابات لازم بداخل الاحزاب يكون في حد ادنى من الديمقراطيه ولازم بقلب صعب الاحزاب كتير. يكون في لا تداول مش صعبة. السلطه لا لا مش صعب تداول بس راس الهرم لا لا ما هيدي هيدي هلا انتبهي هيدي سيفز وحد دين هيدي سيفز وحد دين في عندك الخبرة بالأول مهمة جدا تاريخ وفي عندك وفي عندك الرمزية ولبنان بلد يعني لأنه عايشين بخطر رؤوس الأحزاب أو رؤساء الأحزاب هن رموز صاروا يعني كمان في يعني هالشيء هل لازم هن يدركوا إنه إذا خلقوا بقلب أحزابهم حد أدنى من الديمقراطية وحد أدنى من التداول بالسلطة وحد أدنى من آلية صنع القرار إنه يحسوا هالحزبيين إنه عم بيشاركوا بصنع القرار بقلب الحزب ساعتها بتكون تحققت ثورة 17 تشرين يعني مارون عبود الله يرحمه بتذكر منيح قال إنه فوتوا على الأحزاب ولكن حاسبوا بقلب الأحزاب وإذا قال أنا لا أذيب نفسي في مستنقعات الآخرين يعني ما لازم واحد يفوت على حزب ويدوب جوا ما هي بصير بدوب الشخصنه لل مش لازم مش لازم هالشيء مش مفروض يكون هيك مم. يعني الاحزاب المفروض يكون فيها في احزاب انتجت اشخاص يعني قيم وطنيه كثير كبيره طبعا عرفتي كيف؟ بس ما لازم يكون الحزب انه شو 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 بقول الزعيم بمشي لا لازم يكون عنده كلمته طبعا بالطرق الديمقراطيه والحواريه حفاظا على هالمؤسسات الاحزاب ضروره ما فينا ما فينا نبني دوله بلا احزاب م. ولا يمكن هالشيء هذا بس واللي مش بينون الاحزاب هلا دائما بحطوا العلي على تفكر انه تكون من مؤسسي احزاب حزب جديد او لا حركة انا ما بفكر ابدا اسس حزب جديد لانه الاحزاب الموجوده كثيره وكافيه وافيه وما بقى وصلت لمرحله ما فيني بقى اشتغل بالجامعات هل انت مع اجراء انتخابات بقلب الجامعات؟ اكيد اه اكيد بدون جديد. ادنى شك مم. لازم يتعود الطلاب من هني والتلاميذ حتى المدارس يعني مم. على قليل المرحله الثانويه يتعودوا انه في ورقه بتنزل بالصندوق بتعبر عن رايي ويتعودوا انه في ربح وفي خساره ويتعودوا انه اذا في خساره مش معناتها بتكسر الدنيا وبرفض وبتهم بالتزوير والى ما هنالك هيدي ثقافه مم. ثقافه الديمقراطيه بتبلش بالجامعات وبالمدارس هونيك بتبلش نحن على ايامنا بالسبعينات عم بحكيكي بالسبعينات كان في انتخابات وكانت الانتخابات الطلابيه بقلب الجامعات طبعاً, طبعا طبعا بالجامعات وكانت الانتخابات بكثير من الكليات منا ابدا سياسيه كانت الانتخابات تصير على اساس منو اكثر واحد بيقدر يخدم الصف تبعه اه ايه هيدي ديليجي ديليجي دو ديليجي عم دل... نحكي عن الاميكال يعني والأميكال ما كان في ديليجي واميكال إيه؟ كان في اميكال اه عرفتي كيف كان ي... كان ل... 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 المسؤول عن الصف كان شو كيف بده يوفر علينا مصاري آه، طبعا طبعا الى ما هنالك وكان في حزبيين يتفقوا بمواضيع اذا بدي اسالك هون على سيره الجامعات وجامعه اليسوعيه تحديدا، قديش حضرتك متاثر بالفكر اليسوعي؟ انا كثير اذا بدك يعني متاثر بدرجه ايجابيه جدا مم. بالفكر اليسوعي طبعا هلا هون ماني مخول احكي عن الفكر اليسوعي ولكن يعني هالرهبنه هيدي اولا الشعار الاساسي تبع العمل بصمت صحيح وعدم الضجيج الفعالية معالجة, معالجة المشاكل ضمن البيت آه، عدم إهانة حدا الغلطان لازم يعرف أنه غلطان بدون ما ينهان هو كلهم تعلمتوا من جوا آه، آه، عرفت كيف وإعطاء قيمة للتلميذ للطالب وللأستاذ ولل... هيدي أهم كتير من العلم هيدي اهم بكثير في, في, يعني. في محل في احد المواقع بتقول اب سليم عبو رئيس جامعه القديس يوسف السابق والبترياك صفير صوتان حافظا على شعلة الحريه <applause> طيلة 15 عام من الاحتلال طالما هناك رجال مثلهما لا خوف على لبنان آه كمان بترضى كتير كمان صداقه كانت بال الله يرحمه اللي غادرنا مش من زمان الاب عبو الاب عبو, عبو شو بدي اقول لك يعني قيمه وطنيه لا يمكن لا يمكن ابدا ان واحد يتجاهلها مع التاريخ حتى الشيخ بشير جميل تاثر فيه كتير بير عبو بير عبو اولا يعني من ال... من الر... من الرهبان اليسوعيين الصلبين واللي ما بيوقفوا عند اي صعوبه ابدا يعني تصوري انه كنا بفتره ال... الاحتلال السوري وكان الصوت اللو... كان في عندك البطرك سفير كان عندك الاب عبو كان عندك جريده النهار جريدة الأوريون لجور ونعبت المحامين، هودي اللي حافظوا على الحرية بلبنان وقت اللي ما في أبداً صوت حر عم بيطلع، ويلي عملوا الأب عبو خلق، ما بدي أقول خلق، ولكن نفخ بجيل مثل ما هو، إذا مش جيلين، نفس الحرية ونفس الوطنية. حلو، حلو. يعني آه بدي إنهي، آه مرقت كثير بسرعة الحلقة يعني، بدي إنهي، بدي أقول سألوني الناس عن خليل حلو العميد في المؤسسة العسكرية قلت هو القائد المغوار الحائز على الأوسمة والتقديرات هو المؤمن بلبنان السيد والحر والمستقل بحدوده المرسومة في عام 1920 كما ورد في الدستور سالوني الناس عن خليل الحلو المناضل الوطني قلت هو من تبنى رجاء الارشاد الرسولي ليبني شراكه وطنيه ويدعو للمصالحه والمسامحه بين افراد الوطن هو الثائر القدوة الذي امتلك مهارات التواصل والتحفيز مهارات الاقناع والتاثير مهارات الاداره والتخطيط التحليل والتفكير هو ذاك الرؤيوي والذي اعتمد الثبات في المواقف والقدره على التخطيط والقدره ايضا على التنظيم متسلحا بالاراده والتصميم والايمان. سالوني الناس عن خليل حلو الانسان قلت هو صوت الضمير الصارخ بالعدل بالغفران بالحق وبالانصاف. هو صوت المحبه المتواضع في شموخه الذي هو الذي غلب قناعاته ومبادئه على مصالحه. هو من اختار أن يشبه الوطن الموعود اختار أن يكون سيدا أن يكون حرا ومستقلا أن يكون القدوة والأيقونة أهلا وسهلا فيك عميد يعني دكتور خليل الحلو بمريم تيفي يعني فعلا ما بعرف حلقة مؤثرة صدقيني مؤثرة جدا وأنا تفاجأت كثير بال بالريسيرش اللي عملتيها بالمعلومات اللي عندك هون يعني فعلا ما كنت متوقع هيك انا بدي اشكرك واشكر مريم, تي في واشكر المشاهدين وشو بدي اقول لك الله يديمكم شرفتني شرفتني اهلا وسهلا فيك انتظروني اسبوع الجاي بحلقه جديده من سالوني الناس